السلام عليكم إخوان أخوات، هذا هو الميكسر اللي كيقسم بين TNT اللي كيسولون لي شي حاجة مزيانة. راه كيبان لك هنا هاد القنيطة، هادي الساتس شتيها، هنا كاينة الساتس، وهنا كاينة هنا هي TNT اللي كتقبط الموجة الأرضية UHF و VHF. هي هادي على حساب واش موجة انالوجيك ولا الموجة نيميريك، يعني TNT. هنا غنديرو مثلا اللي باغي يدير أسطرة ولكن في نفس الوقت ما ساخيش بالقنوات المغربية. كاين الحساب ثاني على حساب الوالدين، ثاني على حساب بزاف حوايج. كاين اللي كيقول لك لا الرياضية ضروري منها بطولة، كاين اللي كيقول لك مثلا ضروري الوالدين كيبغيو القنوات المغربية. كما كتشوف هذا، عفوا هذا جاي من انا باقيين يلاه كنركبو مع دي يد وحده. هذا هو اللي جاي من أسطرة، كما كتشوف هذا فيه جاي من أسطرة، غيدخل بلاص ساتيليت. هي هادي بلاص ساتيليت، ها هي ياك. وهنا بحكم هنا كاينه التغطيه ديال TNT مزيان، ما غنحتاج مثلا لنا لونطين، يكفيك دير هاد السليك هنا، ولكن تحت في السفلي ما غتشدش ليا من حكم هنا كما كتشوف راه خارج الباديه، خارج الباديه. ولكن في نفس الوقت جربت لاباري مع عندي TNT هنا، في هاد لاباري مع فيها TNT هادي جربتها خدامه. لهذاك اش غندير، غندير غير كابل بلاتي، كنديرو كابل على شكل كتعزل السلك بحال هكا، ولكن كدير هاد العمليه كما كتشوف هكا. ولكن هاد السويتشه خاصها تكون ديجا بروتيجي ضروري، خاصك هادي هي احسن سويتش اللي كنخدم بها انا، اللي كيسقسيوني على السويتشه هي هادي، ها هي اللي كنخدم بها انا. هي في هذا النوع ديال الميكسور TNT وساتيليت، وحتى في الدايزك بالنسبه تجمع جوج اقمار وثلاثه ولا اربعه، هي هذه اللي كان ما كنلقاش معها مشكل، واللي كنركبها ليه ما عنديش معها مشكل. ومن بعد غنجيبوا الخيط. ها انا سيدي، هذا هو اللي كيمشي، ها هي الاوت اين، يعني راه هي نيت كتخدم لتحت وكتخدم الفوق، هي نيت ثاني غتمشي لتحت، علاش هي كنلقاو فيها اونطري والسورتي هي اون اوت. هنا نركبوا الكابل اللي غادي مثلا الريسيبتور والتلفازه هو هذا، فهمتي؟ هذه هي الطريقه التركيبه. دابا كما قلت لكم هنا غادي نبروتيجيها بشي سكوتش. هذا الكابل، كابل هذا الكابل اللي غادي الريسيبتور، هذا جاي من أسطرة، وهذه اللي غادي لنا القنوات المغربيه اللي هي TNT كما كتشوف. شتي هذا غادي هابط، هذا محل هنا كما كتشوف، ها هي هذا راه كنديروا ليه هنا في هذه المناطق بحال هكا بلا لونطين بلا والو، كيخدم كيشد TNT. الخيط اللي جاي من السطح، السويتش بحال اللي الفوق، هذا سورتي ديال ديال الساتيليت هو هذا. بالمناسبه هذا هو ستار سات، يخدم فيه سيرفر مزيان. وهذا السورتي اللي غيمشي TNT، ها هي. من الاحسن ديرو بحال هاد الفيش ديال RF ديال الحديد، اوكي. عمليه ساهله، ها هي حنا بغينا نحطوها في الارض تتشوفها مزيان، باش تكون عندك لي شين فرونسي أسطرة ومعاك قنوات ديال TNT. ها الريسيبتور HDMI، ها هو كلي ويفي، غنبارطاجيو ليه من التليفون باش غيخدمو القنوات ديال أسطرة. ها الريسيبتور، شتيه. هنا غنديرو البحث على TNT. دابا حنا غنديرو غير دي
تي في هنا تي ان تي، نديرو ريسيرش خاصها توصل 21 في البروغراماسيون في اش في اش اف، خاصها تعطيني 7 قنوات، وفي 21 خاصها تكمل 13. وباش ما نطولش عليكم الاخوان غادي نجرب الفيديو. كنحيد الصوت باش ما يطلعش لينا الكوبي رايت هالرياضيه. دابا نمشيو ل اش دي ام اي الواحد، ها هو استرا، نشوفو واش خدامه عندنا فرانس 24 اي خدامه. ودابا غنشوفو القنوات، شوف السيرفر تن 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 ويب ليستينغ ريسيرش ريدمي من 1 حتى 8 سوم كنديرو بالحمراء، اوكي بالحمراء تكونيكتا. دابا خاصنا نرجعو نلقاو هذوك ديال الفلوس ولاو بالكولور، كيولي فيهم واحد الكولور، خليو فلاش الاخر. شحال خدي؟ نمشيو ناكتيفيو السيرفر، السيرفر كيكون هنا. عام ديالو. دابا نرجعو نبقاوهم عن هاي بين سبورت حلات بالفرونسي، شو نقادو الصورة باش تولي مقادة مع التلفازة. خاصنا هنا نديرو فول اش دي 15 على كيما كتشوف. دابا هنا كاينة الأسطرة وكنمشيو السوكس في التيليكوموند، هاهي كنديرو دي تي في، دي تي في راه هي الفوقانية، هاهي الريادية. تحياتي، الله يعاون.